الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف البنك الدولي عن انخفاض كبير بنصيب الفرد العراقي من إجمالي الدخل القومي في العام 2020، وقال البنك في إحصائية رسمية إن نصيب الفرد العراقي من إجمالي الدخل القومي خلال عام 2020 بلغ 4660 دولاراً، منخفضاً عن سنة 2019 والتي بلغ نصيب الفرد فيها 5500 دولار. وأضاف البنك الدولي أن أعلى نصيب للفرد العراقي خلال 40 سنة الماضية كان في عام 1990، حيث بلغ حينذاك أكثر من 7000 دولار. أكدت هيئة المنافذ الحدودية في العراق وجود ملفات عالقة مع الجانب الإيراني لم تحل حتى الآن بسبب عدم حضور الوفد الإيراني إلى بغداد رغم الدعوات الرسمية المتكررة. وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي إن على الجانب الإيراني فتح منافذ جديدة مع المحافظات بواقع منفذ مع محافظة واسط ومنفذ آخر في محافظة ميسان. وأشار إلى أن هذه المواضيع من ضمن مهام لجنة الأمر الديوانية التي تتطلب حضور الوفد الإيراني إلى بغداد، والذي لم يحضر بالرغم من الدعوات المتكررة من أجل حسم المواضيع العالقة وجميع الملفات ذات العلاقات مع الوزارات والهيئات الحكومية. انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد وأربيل. وقال مصدر مالي إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147,750 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي. وأشار المصدر إلى أن أسعار البيع والشراء شهدت استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147,250 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا طفيفا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148,100 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. قالت وزارة النفط في العراق إن إنتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر حزيران الماضي بلغ 3862 مليار قدم مكعب. وأضاف أن إنتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 300 مليون قدم مكعب، في حين بلغ إنتاج الغاز المصاحب من نفط البصرة وذيقار وميسان 2298 مليار قدم مكعب. وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطيا يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق في المرتبة 11 بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي. ارتفعت أسعار النفط مدعومة بالتوترات في الشرق الأوسط، لكنها فشلت في استعادة معظم خسائر اليوم السابق بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.66 سنتا، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 68.48 سنتا للبرميل الواحد. وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولارين للبرميل. وتصاعدت التوترات الإقليمية بشأن هجوم إيراني مزعوم على ناقلة نفط في الخليج الأسبوع الماضي واختطاف الناقلة التي ترفع علم بنما في خليج عمان إلى ارتفاع أسعار النفط، إلا أن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حد من المكاسب. ختام الموجز، إلى اللقاء.